النهارده التحالف عمل قافلة جديدة، بنك الطعام، الأورمان، حياة كريمة أيضا. وخلونا نحاول نفهم من الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. دكتورة، ماذا لديكم؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ احنا دلوقتي في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وحياه كريمه، كل شغلتنا الشاغله طبعا من وقت ما بدانا ندخل المساعدات ان احنا نجمع كل طلباتنا علشان نقدر نجمع اكبر قدر ممكن من المساعدات لاهلنا في غزه. بس طبعا حضرتك شايفه ان الوضع بيترصد والاحتياج بيزيد مش بيقل، احنا مهما دخلنا من مساعدات هي مش بتكفي ولا هتكفي كل الناس دي. احنا سمعنا قبل ما نبدا ندخل مساعدات الامين العام للامم المتحده لما جالنا واحنا قاعدين في رفح، لقينا قال لنا ولا كمان مئات المئات القوافل اللي زي كانت واقفه، كنا بنتكلم في 108 شاحنه قاطره مملوءه بالمساعدات، قال ولا الوف من دي كمان هتنفع تسد الاحتياج اللي جوه ال 2 مليون اسره او يزيد. احتياج متزايد، اطفال بدات حالتها الصحيه تتردى وتموت من لو ما ماتوش من الضرب فهيموتوا من الجفاف وعدم اخذه يعني اخذوهم لحصتهم في المياه اليوميه. احنا بنحاول في حياه كريمه في مبادره انسان لانسان ان احنا نحاول نوفر كل ما نقدر لسد اي نوع من انواع الاحتياج. بنودي قوافل متكاملة من فروض غذائية متنوعة، سواء طرد غذائي للناس اللي لسه ليهم أماكن إيواء أو قاعدين في منازلهم، أو الناس اللي للأسف الشديد فقدوا منازلهم، ده طرد غذائي مختلف عن الطرد بتاع الإيواء علشان طبعا طبيعة الأحوال المتردية. في نفس الوقت بنودي أدوية وبنودي مستلزمات طبية، بس ده برضه لسه مش كفاية خالص. شكرا شكرا دكتورة مروة فخري، رئيس تنفيذي أو مدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة.